ايه ده؟ مش انت؟ فين؟ تعالي يا حبيبتي، خش برجلك اليمين. نورت بيك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الف الف مبروك. الله يبارك. الاكل عندكم اهو، عايزاكم تخلصوه كله ان شاء الله. الف مبروك. الف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا اخويا، الف مبروك. الف مبروك يا زينب. جدع من شد حيلك يا مصطفى، عايزين اللي هيلت من البيت. ها يا رب، فاهم ولا ما انتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك. مبروك يا معين. ربنا يهدي سيرك، ربنا يتمم بخير يا رب. الله يبارك فيك يا جماعه، متشكرين. تعالى يا رب كده جوزت هنا. اسبوع اسبوعين نجاملكم في الافراح، سيبوا العرسان لوحدهم. يلا 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 نجاملكم في الافراح ان شاء الله. الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بت، ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا، تعالي خدي بنتك. عايزه اقعد معاهم شويه. مفيش شويه ولا شويتين، يلا يا بت يلا. يلا. بس خلصي الاكل كله. حاضر. حبيبي يا صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسه. ايه رايك في الشقه؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. أنا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب، بس هنقولك. أنا كنت بحب مرات الله يرحمها أكتر من أي حاجة في الدنيا، ولما ربنا افتكرها قلت خلاص، مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينة. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية، بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض، ونخلي في يجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس، وما ينفعش أخبيها عنك. حاجتي اللي ما ينفعش تخبيها عني يا زينة؟ اصل انا مش هينفع اعيش مع واحد مش قريب من ربنا. انا عايزك تصلي يا محروس. يا ست اصلي؟ عايزانا نصوم اثنين وخميس كمان؟ عايزك تأم بيا واصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازه دي. ان شاء الله هيكرم، انت وش الخير. فجأة ظلمت في وشي يا عم ونس. يا عم الدنيا ما اتربيتش، روق. أنا بعونك يا رب، لو عايز طاقيت لخفة وطيرك بره البلد لا يحصل في ثانية. أنت ما تعرفش إن أخوك بقى ساحر الصحراء ولا إيه؟ السجاير بتاعتك البير ملفوفة وجاهزة ومية المية. قشطة كابيلو حبيبي. معاك عندنا في الحريم. خلي البنات تدق الزار علشان أزهار. ليلتك فوق يا كبير. صباح. عارف السحلية أولها فين؟ لما حبيت عسلية. من بعدها قصدك كل شيء اتلزق. بص يا صاحبي، انا الدنيا علمتني ان اللي فات اتدفن واتاخد عزاء. صح. بقول لك ايه؟ قول. عايزك تشوف لي مطرح توفيق. يا راشد ما تفك الحمد دماغك شويه.
انت هتقعد معايا في المطرح هنا، وهنا لا حكومه طولك ولا سوسن بدر تشوفك. او تشغلني بقى اروح واجي وبتاع وشاي بالنعناع طول ما انت جنبي هروشك. امين امين. ايوه ايوه. في ايه؟ فين هو؟ ايوه انا. في ايه حضرتك؟ شوف البيت. طب عايز افهم بس حصل ايه؟ راشد فين؟ لا لا ماما ما اعرفش. تعرفيش؟ في تون؟ ايوه يا بيه انا خير. تعالي لي بقى كده حلوه، تعالي خف حالي شويه، خف نفسك. راشد فين؟ ما اعرفش عنه حاجه يا بيه. وما دام ما تعرفيش، ميته بره بيتك ليه؟ اصل راشد يبقى جوز اختي. اختي عسليه. ضربني يا بيه. اقعد له سبت الحاره وجيت عند غنوة. ما تحوريش يا بنتي، احصل عليا النعمه. انا بس عليا ده دم وانت واقفه. انت سامعه؟ سامعه. راشد كان معاك امبارح وخارجين انتوا الاتنين من الكاميرين بالليل سوا. حصل؟ ما حصلش. باشا راشد كان عندي هنا وانا طردته الساعه 2 بالليل ومشي. طردتيه راح فين؟ والله العظيم ما اعرف. بس كده بقى نروح الاسم كلنا. وهناك بقى نتكلم براحتنا. نروح الاسم ليه يا بيه؟ مش هنسلم على بعض. والله احنا ما عملنا حاجه. انا ما عملتش وحياة ربنا ما عملنا حاجه. طب اغير هدومي يا بيه، استر نفسي. طب يلا يا اخي انت وياه بسرعه. اللي انت بتقوليه ده لما يسالوك عن راشد قولي ما اعرفش. ما اعرفش ازاي؟ هيبهدلونا في الاسم مكتوم، ودي جزاتي علشان شفتكوا عندي في البيت. الله يخرب بيوتكم. طب يلا يا اخي انت وياه بسرعه. حاضر. الله يختم الطريق، تلبسوا على الحرب، العربية على طول. يلا. دخول عايش ليه وانا بيدي خبستولك؟ ودخول عايش ليه وانا بيدي طمتولك؟ وتبوح بالسر ليه؟ وتبوح بالسر ليه؟ وتبوح بالسر ليه؟ اخلص يا. ايه ده؟ في ايه يا عم؟ انا كلمتك انا بغني. وتبوح بالسر ليه وانا سرك كتمتولك وخاين العيش يا ربي. لو اتغنيت علي علي بس على سالك فاهم؟ علي علي انت بتعمل ايه؟ فاهم يا جدع انت، سيبه الواد هيموت في ايدك. معلش معلش يا كمان والله ما كلمته. معلش يا اخي الله زميله مزنوق. الله معلش ما تطمنش على اهل بيته بقاله فتره. ايه يا علي؟ ايه يا علي؟ تعالى الواد ما عملتش حاجه يا اخي. لا في استهدى بالله استهدى بالله. هو عمل ايه عشان ده كله؟ بس بقى يا ابني بقى خلاص اسكت. ايه مفيش اخبار برضه عن الجماعه اللي بره؟ مفيش. لا خير ولا شر. لا 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 الله. معلش معلش ربنا يطمنك. يا بنت طمنيني عليكي.
ليلتك عدت تمام؟ يا بنت اتكلمي وريحيني. ما تتكلمي بقى. اقولك ايه بس يا حاج، ده انا امبارح كنت هموت من الخوف وربنا كان باين عليكي. طب عارفه والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي. اه بس امانه الله يا حاج، محروس ده طلع طيب وابن حلال قوي. الا قوليلي، هي مراته بقى لها قد ايه ميته؟ بقى لها كده يجي سنتين، وعارفه من ساعتها ما شمش ريحه ست. بس بقول لك ايه، محروس جوزك ده ايده سايبه، انا مربياه وعارفاه. عارفه ده لو كان وقع روحه كان زمانه بنى عماره. اه ما هو باين، الله اكبر عليه، ده كريم قوي. بس لازم بقى تاخدي بالك منه. اه انت سنه والتانيه هيبقى عندك عيل ولا عيلين، رتبي حياتك بقى يا حبيبتي. على مهلك عليا شويه يا حاج، انا ما اتجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعمل. انت بس فهميني وانا هنفس. هقولك. بص يا حلو، احنا عايشين معاكي لحظه بلحظه متابعينك وعارفين كل حاجه عنك، فاحسن لك ما تنكريش. بقى مرت ما كانوا عندك في البيت ونزلت اتمشيتي في الحاره بعد ما الونش اتقتل. ايوه يا باشا، ما هما كانوا عندي علشان فيتهم صاحبتي وانا كنت بضيفهم، وهما لما بعتوني الحاره انا سمعت كلامهم ورحت، بس والله العظيم ما كنت اعرف فيه ايه، وهو ده كل اللي حصل. اللهم طولك يا روح. ايه يا حلوين، هتقولوا ولا مش هتقولوا؟ والله العظيم عجبك. بص بقى يا فتوم، هتقولي راشد فين هروحك من هنا وهنبقى حبايب، هتلفي وتدوري هلبسك قضية قتل الونش، والناس كلها كده كده شايفاكوا رايحين جايين وعارفة الخناقة والسياح اللي كانت بينكم. هو أي واحد يترزل على واحدة وبتقتله؟ اه والله العظيم يا بيه ما أعرف حاجة عن راشد. طب هو امبارح كان عند خلمة، أنا كرشته. اه تظهر عليكوا وهتلكوا كتير. بقول لك يا أحمد بيه، أمر يا باشا. شايف المزتين الجامدين دول؟ أكيد. عايزك تروقهم لي وسمعني اللحن يا باشا. اعتبره حصل. يلا يا حلوه انت وهي. لا يا باشا بص، انا يلا. لا يا فتون هتكلم. بص يا باشا، لما راشد وفتون كانوا عندي انا سمعتهم بيتكلموا، وكانت فتون بتسال راشد على موضوع قتل الونش، بس بصراحه والله العظيم اللي انا فهمته ان فتون ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده، وكمان اتكلموا عن واحد اسمه الحسن. تقريبا كده اللي فهمته ان راشد قتله بجد. الحسن ده يبقى خطيب عسليه اخت فتون، وانا والله ده كل اللي اعرفه. والنبي يا باشا عايزه اروح. ايه روح ما بعدك روح بقى. الله يخرب بيتك. تمام، حلو قوي كده. جو حلو قوي النهارده والبحر جاي. قلت اجيب بقى شط عايده، ده انضف شط في اسكندريه كلها. اه بس انا عايزك تاخد بالك عشان شكلك داخل على دور برد. لا مفيش، ده زبون امبارح رخم خرجنا عن شعوري. معلش يا اخويا. فين البتاع؟ هنقعد هنا بقى. ما نقعد زي ما هو عادي هنا ولا هيطردونا ولا ايه؟ يطردونا مين؟ انا ليا معارف هنا وحبايبي كتير. خش زي الباشا. ماشي يا باشا. اقعد اللي ايدك مخرومه وكان ممكن بدل التكسين يبقى عندك عماره زي ما صباح قالت لي. فين مخرومه بس، ما زي الفل يا ستي. هو احنا نعيش مرتين؟ هي مره واحده والحمد لله، انا مستوره معايا ومرزق، دي نعمه ولازم نتمتع بيها. سيبك من كلام صباح، كل واحد يعيش على الطريقه اللي تريحه. شكلك كده على طول هتعمل اللي في دماغك وتقول على اللي يقنعك بس. لا خالص، احنا نتكلم ونتناقش والاصلح لحياتنا يمشي. برضه يعني مش هقدر انكر كلامك حلو، وانا مش عارف اقول لك لا على حاجه. طب انت بتضحك علي؟ انا بتكلم بجد والله. طب يا ستي خلاص، انا مش هتناقش معاك في حاجه تانيه. اللي انت عايزاه اعمله حلو كده. ربنا يفرح قلبك ويقدرني ان اساعدك واهنيك. هو انت ايه حكايه الخاتم اللي انت لابسه فيه؟
تاني، وانا قلت لك ده بتاع ابويا، وانا قررت ان انا عمري ما هقلعه من ايدي. الله يرحمه، كان نفسي اشوفه. هو كان كفيف بس كان طيب، وبيصلي وما بيفوتش فرض. كان كلامه حلو يدخل قلبي كده يطمنك. كنتش بمل من القعدة معاه. متهيألي كل الأبهات لازم يبقوا زيه. هو كان راجل جميل واسمه جميل. هو مين ده اللي اسمه جميل؟ أنت مش قلت لي إن أبوك اسمه أحمد محمد؟ هو ما انا احكي لك، هو كان له اسمين. اصل انا ابويا كنا ما بينا يعني بندهله جميل، بس في البطاقه والورق الرسمي كده كان اسمه احمد محمد. كنتوا بتدلعوه يعني؟ طب مالك كمان ليه اسمي بجد؟ واسمك ايه بقى غير محروس؟ روسا، بس اصحابي القريبين بس هم اللي بيندهوني بيه. روسا؟ انت قولي لي يا روستي. امسك كده. روستي ايه؟ محروس كده احلى وارجل، مش عاجبني روسا ده. يبقى محروس. اه يا سلام، انا عايز اكل دي. عيب كده قدام الناس يا ست. احنا براحتنا، محدش حاجه عندنا. زي الهامي، هي الناس ماشيه مالطه كده ازاي؟ انت عايزهم يمشي ازاي؟ ده صيف يا زينب، الناس على الشط. ايه اللي صيف؟ عيب تقول كده يا محروس، انت متدين وتعرف ربنا. استغفر الله العظيم، برضو الستر حلو. انت بتبص على عادي. عادي. هو ايه اللي عادي؟ ايه المشكله؟ الناس فاتت هنا بحر. انت رايحه مرسى ابو العباس؟ ده خطوتين من هنا. استغفر الله ربي واتوب اليه. هات. ايه يا جزة؟ ايه يا قلبي؟ بقولك ايه؟ قولي. ادخلي جهزي الزهر علشان ازهر. ماشي يا باشا. بس بقولك ايه؟ صاحبك ده مموت نفسه شرب. واحنا هنموت نفسنا زهر. ماشي. يلا يا جزة. ايه يا قول؟ ايه يا عم؟ بدي دي وحش. ودي كمان. أنا كنت متجوز أحلى واحدة في الدنيا اللي هي مين؟ عسلية. عسلية؟ عسلية؟ دي حتى تبقى ملزقة. هو ماله ده؟ ماله لونه غامق كده ليه؟ زعلان من نفسيته وعايزين ندق له الزر علشان أزهار. ما تيجي ندق الزر يا وحش. مشيت ورا دماغك وحورت على الضابط كان زمان وبهدلنا وما شفناش الشارع. خلصت؟ اه خلصت يا اختي، عشان انا اللي خلصتها. واديكي خرجتي من الحوار ده كله زي الشعر من عليه. انت يا بنت هبله، انت فاكره ان الضابط يعني خلصنا عشان الكلمتين بتوعك دول؟ ما هم عارفين كل حاجه يا اختي. لا يا حبيبتي، ما كانش يعرف حوار اللي اسمه الحسن ده. نبي يا اختي، انا حاسه اللي هو مخرجني عشان ابقى طعم تجيب بيه راشد.
والله العظيم انت بتقعدي تتكلمي معايا كده زي ما اكون خارجين من كوافير. هو انت اللي متضايقه يا فتون؟ على فكره انت اللي جرجرتيني على الاسم وبهدلتيني. طب طمنيني هتروحي فين ولا هتعملي ايه؟ رايحه في مصيبه. انت القرف ده. طب هتروحي على الصلاه ولا هتعملي ايه؟ طب لو فاضل سالني اقول له ايه يعني؟ مش فاهمه. لا ده انت هبله. حرام. طب مش كنت تستني نصلي سوا؟ لا ده مش العشاء. انا بصلي ركعتين شكر لله. اصلنا ربنا كرمني بيك يا محروس. والله العظيم ربنا كرمني انا. ده انا حاسس ان انا دخلت الجنه. انا هروح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا. خليك انت انا هعمله لك. انا عايز اعمل لك شاي بايدي. الحمد والشكر ليك يا رب. والشاي الشاي الشاي اعمل لك يا حبيبي الشاي. بعد ما شفتك كنت الشاي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 الشاي. ايه يا محروس؟ يا بنت الكلب اوعي تحلفها. عشان خاطري لا احكي لك. تحكي لي ايه يا زين؟ ما تقتلهاش. ما تمسكهاش. يخرب بيتك يا زينة، يخرب بيتك يا زينة، دي تبع الجيل هنا. يخرب بيتك. حاسه ان جسمي كله مكسر. كانت ليله سودة اللي قعدناها في القسم دي. الله يخرب بيتك يا فتون. اه اريحك يا حبيبتي. لا ما انا عارفه يا اخويا اللي فيها. يا اختي دايما في اساني كده. كملي الظابط عمل ايه؟ يا دوب هو قال لي الامن هيحفلوا علينا وانا اترعبت قلت لا وانا مالي ماليش فيه. رحت حكي له على كل حاجه. اوف 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 اوف, أوف. دي تلاقيها اتروقت. لا اتروقت ولا حاجه. ده يا دوب هم تلات اربع اقلام الظابط اداهم لها احتياطي يعني علشان لو مخبيه حاجه تعرفها عن الواد. اختي ايه الساديه دي؟ وخرجت معاكي؟ دي ما عندهاش دم وهي قالت لي اللي زعلانه وهشتني من على باب القسم. ده هي اللي بلتني بمصيبه. ايوه بس طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام. وطالما هي تمام يبقى اكيد راحت على بيتها. طبعا راحت على بيتها. هي لها متوى غير هنا او في بيتهم. طب قومي هزي. نعم. هو انت عارف انا ليا في الهز؟ يا حبيبتي فهمتيني غلط. قومي هزي طولك عشان نروح لها. حتى الهز ده ماليش فيه. عايز تروح لها روح لها لوحدك يا حبيبي. وبعدين انا في حاجه عايزه اقولها لك بقى بصراحه كده. قولي. ده غير انها جابت لي هنا قتال قتل وكانت هتوديني في 60 داهيه. دي كل اللي حواليها لبش. وجوزها تاجر مخدرات وفي السجن اهو. واختها كمان. هربانه ومحدش يعرف لا هي فين ولا بتعمل ايه. ما يلزمنيش يا حبيبتي. ما يلزمنيش كل الهري اللي انت بتقوليه ده. انا كل اللي يلزمني حاجه واحده بس. طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام. برضه ماليش فيه. عايز تروح روح لوحدك. مش هروح معاك. مش برضه هنروح لها. لا مش هروح لها. طب قومي اديني العنوان. او اديني بوسه. طب اديني اماره. انت دايما بتصديني كده. يا اخويا خليك في العنوان. ما انا عارفه اللي فيها. حد يربي سحلية يا زينب. دي حرباية. اهلا وسهلا. شيليها بس من قدام انا مش قادر ابص لها. ليه دي غلبانة؟ لا بتهش ولا بتنش، مطرح ما بتحطها بترضى وبتوافق. والله العظيم. طب يبقى هاتيها تنام جنبنا يا زينب. دي مخليها معاكي ليه؟ اصلي
اصل انا اي حاجه بحلمها بتتحقق، وانا حلمت بيها بالحربايه. اه جات لي في المنام وبتتكلم، قالت لي ايه بقى؟ لا دي رؤية كده. قالت لك ايه الحربايه يا زينب؟ قالت لي ان لو صاحبتها ربنا هيبعت لي ايام حلوه ويسعدني. فتاني يوم وانا على الكورنيش بفطر رحت شفتها وافتكرت الحلم، فروحت جايباها وجايه على طول. وبص ربنا حقق الحلم واكرمني بأجدع راجل وبيت وعيله. ادعي بس معايا محروس ربنا يكمل الحلم ويحققه وتفضل معايا طول العمر. ربنا ياخدها. بص حلوه الوانها بتتغير. حلوه ايه بس يا زينب؟ حلوه ايه يا زينب؟ بتقولش كده برضه هتتعود عليها. بص جوزها لما جاي يسأل عليها طلبت منه اصطفى، قال لي ان هو وقف شغله عشان متخانق مع مراته اللي هي عسليه. اهدى اهدى بس شويه علشان ماما عامله معايا مشاكل كتير قوي اليومين دول. بيس. المهم اتعرفت على الولد التاني الشاك بصراحه وكلاسي، ولد ديلر كده حلو احسن بكتير من راشد. راشد ده كان لوكال قوي. وانت؟ مفيش. منى عرفتني على ديلر بنت، انما ايه؟ هي واصطفتها احلى من بعض. بس كل ما اجي اكلم البنت الديلر دي تليفونها مقفول، مش عارف اصطف منين. هي منى ايه وانا صغير؟ شو سنيفنج ات هوم، ابوها قفشها. ضرب بقى وخناق وزعيق والدنيا اتقلبت. اتسوحت، خدها وداها المصحه. اللي حكى لي الحوار ده الواد كيكو ابن خلف. مصحه؟ دي فيها على الاقل شهرين مثلا. مش بادئ بدري كده على الصبح؟ بدري ايه بس؟ انا ما بقتش بعرف اعمل اي حاجه من غير ما اصطبح. اصطبح؟ مش لاقي عليك خالص اصطبح دي. الله يرحم. I come from London. انت بقيت قديم قوي. ازيك يا مو؟ هاي طنط، ازيك عامله ايه؟ عايزاك. حضرتك سحبت من البنك 50,000 جنيه في شهرين بس، ممكن اعرف ليه؟ منى صاحبتي انت عارفاها مسافره بيروت وكانت محتاجه فلوس لحد ما باباها يبعتهم لها. ما بعتهمش قبل ما تسافر ليه يا ترى بقى؟ حصل مشكلة في تحويل الفلوس وحاجات كده، أنا مش فاهم قوي يعني، بس هي أكيد هترجعهم لنا يعني. أوكي. أول ما ترجعهم تبلغني، مفهوم؟ أوكي. لسه برضه مفيش أخبار؟ لا مفيش. إن شاء الله خير. على روي. جيت تليفون معايا. ثواني. ايوه يا باشا هو قدامي اهو. الو انسي تشكر يا عم على التوصيه. عيب يا علوه ما تقولش كده، احنا اخوات يا راجل. يا كبير خليك معاه علي ثانيه واحده. ايه يا كابتن في ايه؟ البضاعه كلها ملفوفه وجاهزه، مش فاضل بس الاشاره منك يا كبير. طب روح جهز لي كاس. اوامرك. يا حلوه ابن عمك معاك اهو. يا علي ازيك؟ راشد ازاي تعمل فيا كده؟ يا علي ازاي؟ غصب عني يا علي والله، فرشحت مني وما عرفتش اللي معاه. طب اهدى بس، طب كنت عملت معاه؟ هقول لك يا سيدي كل حاجه. تقول ايه يا راشد؟ تقول ايه؟ سايبني كده؟ طب اهدى بس، طب كنت عملت معاك؟ قول في ايه؟ انا ذبحت الونش. قتلت الونش؟ انت مجنون يا جدع. اهدى وافهم يا جدع. اترازل على مراتك كذا مره وعورته وما ارتجعش، وسلمني هو ابو هناء اعمل ايه؟ البس طرحه. يعني الحكومه بتدور عليك دلوقتي يا غول. فاتون فين؟ معرفش. ازاي ما تعرفش عن حاجه؟ ده انا سايبها امانه في رقبتك. طب اعمل ايه طيب؟ واحده مجنونه والتانيه طفشت، تعمل ايه؟ ما تسمعش الكلام. عسليه طفشت؟ عرفت يعني؟
اسمعني يا راشد، تجيب فتون تحت ايدك. حاضر. اطمن عليها وبعد كده تدوروا انت وهي على العسليه. حاضر حاضر يا زيدة، حاضر هجيبها تحت ايدي هنا. حاضر ماشي. فتون لقول يا راشد، فتون. مش عايز اسمع حاجه، مش عايز اسمع حاجه، فتون. الله سمع الله. الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش، اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش انا اسفه. على السلامه. جميل انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع وما عرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه، ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسليه؟ قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيت ازاي يا ابو؟ ده انت من ريحه الغالي. عسليه، أنا كنت قلت لك مرة ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس أنا رجعت في كلامي يا سلام، رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مرة. ولو مرة واحدة. حاضر حاضر هجيلك، والله العظيم هجيلك، بس أنا لوحدي لوحدي يا سلام. يا حبيبتي جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيشي وتفتكري. ربنا يخليك لي يا رب. بقول لك ايه؟ تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيده الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. اقعدي. تسحر. ومضي عينك. فتحي. يا لهوي، بتوع مين الذهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجي لي فلوس نشتري ذهب. ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانتي؟ البسي كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزبده الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا قلت لك لا. ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب
ما شاء الله جميلة. اللهم صل على النبي. يا لهوي، كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسن ان انا حرام يا زينة؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربية، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5-6 طقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي. انا عايزك مبسوطة بس يا زينة. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوة دي ابدا. بقول لك ايه؟ انا اروح اشوي لك دنيساية. ماشي. طب والهريسة؟ الهريسة نحل بيها بعد الدنيساية بقى. طب وبعد الهريسة؟ هي دي عايزة كلام. هنقيل شوية. نقيل؟ حصلين على المطبخ يا وزة. يا لهوي. ماشي يا كبير. ايه فيش حلاوه دي يا معلم؟ رش على البنات. اوامرك. وبعت لي عزم. حصل. يا عم انس، يا عم انس، قلت لك مره واتنين وعشرة شغلني. ده ايه ده؟ مصروفي ولا ايه؟ مرتبك اللي عامل بيه ايه؟ دراية يا راشد. تفك لي الحمد دماغك شويه. لما عاوز منك حاجة هطلبها. العبد لله بقى المؤسسة. بدفع مرتبات في الشهر يجي 100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا. حريم، رجالة، جوه وبره. وفيهم بشوات. يا لهوي يا أمسي. ده أنت بقيت مافيا. لسه أنا يدوب حلقة في السلسلة وعايز أشبكك جنبي، بس واحدة واحدة. بونو يا زي. فين واد ضايع؟ يا ولاد الإيه؟ يعني ايه بونو ده يا عم انس؟ هروح اجيب سكر. عادي عادي، انا بحب اقعد معاكي. عادي. غنوة حكيت لي على ليلة الواد راشد وليلة الاسم. كانت ليلة سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمة اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش أي حاجة. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا. انا مش هرقص تاني. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ انا قلت ترقصي؟ انت هتبقي نجمه الكباريه يا ماما، اخليكي نجمه الكباريه. انا في الكار ده بقالي 30 سنه بعون الله، شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحده واحده. انما انت شربات، دمك خفيف، لونه، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجه. اه خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد ده اللي قالب دماغ الحكومه وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب. مش علي ده اللي بين اربع حيطان ومسجون دلوقت؟ هيخرج. انت ما تعرفش علي. علي دفتوه جدع، دمه حامي. تصدق انا غلطانه اني رحت اشتغلت عندكم؟ يا رب ما حد يقول له. هعمل ايه بس؟ لولا الحاجه. ما هي الحاجه لسه موجوده يا طنط، الحاجه لسه موجوده. بموت في السماره. بصي يا طنط، عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجه ما بعملهاش مع حد خالص. أنا هديكي مرة ونص قد اللي طلبتيه. مش أنتي قلتي شهري حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر، اشتغلي معايا الشهر لغاية ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. أنت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع أرقص تاني. لا هترقصي يا تونتو، هترقصي، هترقصي يا حبيبتي. أنا مش فاتح بقالة، أنا فاتح محل
وداير وناس بتاكل من ورا عيش. وانا مالي؟ ما تنزل من دماغي، انا عندي حاجات عايز اعملها. بصي يا حبيبتي، انا اقدر بعون الله اخدك كده هيله بيله واشيلك وارزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك، بس انا مش هعمل كده. انا بحبك قوي كمان. انا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجه بقى عشان انا ميت من الجوع. حاضر حياتي. حربيه فين؟ مش عرفونا جوه، حطوها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لو اي ابن حنان بنت عمتي بيربي سحالف وتعابين، مش الحلبيه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج، هي. انا مالي؟ طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. بقول لك ايه، ما تجيب من الاخر كده وتقول لي انت بتلف وتدور حوالين ايه. هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه، بنت لوزه بس يعني واخدها جد قوي. اتفهمنا في ايه؟ لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستاذنكم بس خمسه كده، هوصل لحدها واجي لكم تاني. استني، هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم. ما تقلقش، هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنك. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقه واحده احمر اللحمه واجيلك. لا لا لا، تعالي تعالي، انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصول. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شويه، انا بس عايزه اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجه؟ في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ السؤال الغريب ده. ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنتي ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا، يعني بيورد عليه اشكال والوان، ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها، ما تخليهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه مركزه معاه. مالك يا بنت متنحه كده ليه؟ انت فاهمه اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكلك مني في حاجه؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمه من ربنا، هديه، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحه جوزها. يعني أنا استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب، بس يعني تدلعه تنخشه ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ أعرف. دي السجاير ودولت السبعين جنيه الباقيين. ليه؟ هي الواحدة بكام؟ الواحدة بخمستاشر. 15 عفريت لما يبقوا اتنططوا في خلقتك، بتغلوا على الناس ليه؟ الناس اتهرب. وانا عامل لك ايه؟ هي اللي غليت. طب هات ولاع. خدي سيدي باتنين ونص. هو جنيه اللي معايا فك، يبقى لك واحد ونص. واحد ونص ايه؟ ما ينفعش. اهو نافع. عارف الاشكال دي بتجي لنا منين؟ يلا. ازيك يا فتون؟ ازيك يا اختي؟ بس انا ما اعرفكيش. انا عارفه انك ما تعرفينيش، بس انا جايه من طرف اختك عسلية. عمو النبي، هي كويسه؟ كويسه قوي قوي زي الفل، بس يعني انت عارفه عشان اللي حصل ده كانت بتداريه شويه. اه يا اختي. دي بعتني عشان اخدك تشوفيها.
بس هي لو كانت يعني عايزاني اشوفها وبعتاكي كانت قالت لي انها بعتاكي يا اختي. هي اللي بعتاني. تعالي تعالي اركب. لا انا نسيت المحفظه في البيت. يا نهار اسود انا مسخره. انت فين يا وزة؟ معقولة سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟ تعالي ده في اخبار من عيالها. هادي قطرين دخلوا في بعض اهم. الحقني يا اخوي. مين؟ سيب حالك بيا. محروس. عايز ايه؟ محروس. الحقني يا اخوي. انا اخوك. الحقني. اطفي يا محروس. يا محروس. الحقني. الحقني يا اخوي. يا محروس. في يا صلاح؟ الحقني. ام صباح. ام صباح وقعت من طولها. الحقني تعالى. وقعت ايه؟ الحقني. وقعت دلوقتي؟ ايوه. يا ساتر. حصل لها حاجة؟ الطف يا رب. ربك يلطف. يا حاجة. ربك يلطف. ربك يلطف. الطف بينا يا رب. هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها، وانا ما اكذبش عليك ده شيء يقلق. انا شاكك ان الحبل الشوكي يكون اتصاب اثناء الوقعه. يعني ايه؟ هتفضل كده طول عمرها ولا ايه؟ انا ما قلتش كده بالظبط يا حاج، بس احنا لازم نعمل لها اشعه رنين على العمود الفقري بالكامل. وما اخبيش عليك، لازم ننقلها مستشفى كويسه جدا دلوقتي، ويا ريت تكون دلوقتي حالا. العفو. كريم خلاص ربنا يخليك. شكرين يا دكتور. طبعا. الو فضل. ماشي الاسعاف. الحقني. بقول لك لحضرتك بكلم الاسعاف. عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن. الحقوني، عايزين ننقلها اقرب مستشفى. يا صلاح استنى بس، هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي. طب انا الاسعاف قدامها ياما على ما تيجي. قول له خلاص. خلاص. طب خلاص يا ابني، احنا هننقلها بمعرفتنا. هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه. انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها. خلي زينب تجهزها بس. بسرعه. يلا واحد الا خير. نعمل خير. خير. طف يا رب. ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا. يلا انا في شقه الحاج صلاح. يلا اقل لي في الدنيا لينا. جهزيها يا بنتي جهزيها. واحد الا خير. لا لا صلاح صلاح امسك نفسك صلاح. تعالى استقبلنا شويه. وحياة النعمة الشريفة اللي خلي عليه بهدلة. انت بتخطفني يا راشد ليه؟ ليه يا اخي؟ هو انا كنت سرقت منك سريع وهرفت؟ ما خلاص بقى يا فتون سد البلاعة دي. جوزك بعبة لسانه هو اللي قال لحضارك هنا. انت كلمت اهلي؟ هو كلمته وهخليك تكلميه. اطلبي عليه يا راشد. اطلبه ازاي دلوقتي؟ احنا بقينا نص الليل، وعلى فكرة هما في السجن متربيين قوي بيناموا بدري. هو مين ده؟ ده أنسي صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن، وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه. تقعد فيه؟ نقعد ده إيه؟ أنا مروحة بيتي يا خور. خدي هنا. أخد هنا إيه؟ عايز تعمل راجل قوي بقى؟ تعالى كل أول شهر وادفع الفاتورة تبقى راجل. ما أنت عايز تروح تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح الكباريه لزفت فاضي. طردته. جالي امبارح يا أخويا وطردته.
وقال لي انه هيدفع لي بدل الطاقه 2 و3. مش مصدق بقي كفته. ان شاء الله عنك ما صدقت. البيت ده يا اخويا ما فيهوش غير حيطان، نقي لك حته كده على كيفك واخبط دماغك فيها يا فتون. بس احنا ناخد استراحه نتعشى وتدفعوا لكم لقمه وبعدين نكمل الموضوع ده بكره. يلا تعالوا ورايا. صباح رباح يا شيخ. هو مين ده؟ يا زينب، بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق، خلي صلاح يخليها معاه. يا عم صلاح. لا يا عم زينب، وده بيجيب معاك مفاتيح الشقه نسيته. حاضر زينب، بقول لك ايه؟ غطيها كويس للدنيا بارد. حاضر يا عم صلاح، على بالك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه، العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيلي يا ابو عزيز. حاضر. يلا واحده واحده يا رجاله، على مهلكوا عليها، على مهلكوا. افتح الباب. طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام، وعمود الفقر سليم، متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله ما بتتكلمش وما بتنطقش خالص، ارجعها البيت ازاي بالحاله دي يعني؟ امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم انت اهدى ارجوك. يا فندم ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، دي تعبانه تعبانه. عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليك. معلش يا حبيبتي، شده وتعدي، وانت ست مؤمنه. قول يا رب. وممكن قول يا في قلبك يا حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور، معقول ولا ايه؟ اعرف ان المستشفى بتعالج. انا مش فاهمه منك حاجه. قولي يا دكتور، اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها، صدقني. ارجوك اهدى يا دكتور، المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس، مش كده يعني، مش بالطريقه دي. معلش يا فندم، اهدى اهدى ارجوك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى، الدكتور ما قالش حاجه غلط، ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. اما اني لا اسالك رد الخطا ولكن اسالك رد فيه. استغفر الله العظيم. وحوس فين كل ده؟ احسن انت يا ستي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. ونعم بالله يا أخو. مش هتكلمني علي بقى؟ فاكرة جوزها قاعد على القهوة ولا إيه؟ مش تستني لما نعرف إذا كان ينفع ولا لأ؟ ده أنا جايب لك عيش توست، ولا أنت واخدة على البلد ولا إيه أخبارك؟ صباح الرضا يا كبير البشوات. بعد إذن معاليك مزنوقين في مكالمة لأخويا علي. معلش البركة فيه. مشكلة كده مع جماعته. فيها جواز وطلاق وحضانة و... يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عم أبو، ربنا يوسع عليك. إسلام، مع ألف سلامة. مع السلامة. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. كل يا اخويا كل. انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت هروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون، بقول لك قلب عبد لسانه احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بنربع حيطان، اكل واشرب وانام زي المعيز؟ الموضوع ده اتقفل. ما اتقفلش. طب حشيشي. على اهو. ايوه يا اخويا، ايوه ايوه، تليفون انس. ايوه انا مرات علي وعايزه اكلمه. شكرها يا اخويا، ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي، وحشتني. لا بجد وحشتني قوي قوي. تكلميني دلوقتي يا فتون؟ اصيله ده انت اجدع مره في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحشة ربنا راشد خطفني وداني عند واحد صاحبي. انا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفه ليه؟
عشان انت ست واطيه وما صمتيش العشرة. ده قتل الونش عشانك، قتل الونش عشانك يا واطيه. عارفه يا فتون، لو انت قدامي انا كنت هفهمك. انا عارفك وقريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ انت بتكلمي من عند قلت صح؟ اسمعي يا فتون، وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا، مش هذبحك، ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا، فاهمه؟ ماشي يا سيدي رجاله، انا هسمع كلامك، هفضل قاعده مع صاحبك وابن عمك دول. مش انت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص، هفضل اكلمك في التليفون، وكل ما اكلمك يهددني. اديني راشد. شكرا يا سيد الرجالة. مجنونة. ايوه يا علي. ايه ده بس يا علي؟ طيب اسمع يا راشد، فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك، اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي، بقول لك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا. انا افضل قاعده في المغاره دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس؟ لا سمح الله. علي عايز اطمن عليك، وانت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رايك في طلعه الاسكندريه؟ مين دول اللي يطلعوا اسكندريه؟ انا وانت وفتون في مصلحه هنخلصها، ناكل اكله سمك جامده ونشم شويه هوا بحر نضيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندريه امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون، ولما هي مصلحه ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ انت شايفه زهقانه، هنفسحوك يا فتون. انسي ما تقريني فيه ايه؟ انا اللي سايق يا راشد، اطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تاخذه سنه ولا نوم. جعتي؟ له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم العظيم. عايزة كده؟ يعني إذا كنت عايزة كده ده يبقى إن شاء الله أمره سهل بإذن الله. يا صلاح، أنا شايف إن إحنا نخلص سكة الطب والدواء الأول. مفيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحده فيهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هم احضر لك شويه شاي، صدري ويسر لي شويه اكل، وحلول عقده من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لا اله الا الله والحمد لله. الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا لا، انا ما اقدرش اقول اني حبيته، أصلي لسه بفكر في الحسن. بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي وانا اعيش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطة معايا هنا؟ صباح هتخف. كنت عايشة أنا وأهلي في ليبيا لما الحرب قامت، قلنا ننزل على مصر وإحنا في طريقنا لمصر الضرب الشغل.
بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابه على ابويا واخويا قتلوهم ذبحوهم قدام عينيا، ما بقتش عارفه اعمل ايه بسبب انهم كانوا طالبين فديه طالبين فلوس وانا ما كانش معانا فلوس ندفعها.